شاهدنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. جولة اقتصادية جديدة من قناة الشروق وأبرز ما في هذه الجولة. برنامج لتسمين الثروة الحيوانية بغرض الصادر بشمال كردفان وتأكيدات أن الولاية خالية من أمراض الحيوان. المالية تبحث تمويل المشروعات التنموية بولاية شرق دارفور. مشروع سدي أعالي النهر عطبرة وستيت يسهم في إدخال أنشطة اقتصادية جديدة لإنسان القطارف. أهلا بكم. قال إبراهيم الأمين نائب رئيس حزب الأمة القومي وعضو الوفد التفاوضي بقوى إعلان الحرية والتغيير إن مشكلة إصلاح الاقتصاد هي مشكلة كبيرة ومعقدة وتحتاج لمجهود كبير من حكومة الفترة الانتقالية بوصف الاقتصاد باعتباره الحلقة الأضعف التي تأثرت بالفساد. وقال في تصريح لسونا عقب توقيع الإعلان الدستوري اليوم إن معالجة قضايا الاقتصاد تحتاج لخطة بعيدة المدى لمشروع تنموي نهضوي بالسودان، ونوه إلى ضرورة عمل مشروع إسعافي لمخاطبة احتياجات المواطن الحالية والانطلاق للنهوض بالوطن. وأبدى الأمين سعادته بتوقيع الوثيقة قائلا إنها تتيح فرصة لبناء المؤسسات من جديد وفقا لقيم الحرية والسلام والعدالة التي ينشدها الشعب السوداني. قدم برنامج تسويق الثروة الحيوانية والقدرة على الصمود الممول من برنامج صندوق التنمية الدولي الزراعية إفاد وحكومة السودان للمنتجين ومربيي الماشية بشمال كردفان الحقول الإضاحية المجتمعية لتسمين الثروة الحيوانية بغرض الصادر. وقال المدير العام لوزارة الإنتاج والتنمية الاقتصادية بالولاية طارق أمين أبو البشر إن البرنامج يقوم على تقديم نماذج من طرق ووسائل تنموية لتنمية القطيع باستخدام تقنيات بسيطة في كل مراحل الإنتاج للوصول لمنتج له القدرة على المنافسة في السوق الخارجي. وأشار إلى خلو الولاية من أمراض الحيوان وأنها تتمتع بمراع طبيعية مما يسهل من عملية تطبيق تلك التقنيات والحصول على نتائج جيدة في عملية الإنتاج بغرض الصادر. وقال إن البرنامج يسهم كثيرا في زيادة المسحوب من الماشية للسوق الخارجي وبالتالي يدعم من الاقتصاد الوطني بالعملات الصعبة. الهدف الأساسي من هذه العملية هو تحديث نظم الإنتاج التقليدية لتربية الثروة الحيوانية. نحن معظم تربيتنا في الثروة الحيوانية في الولاية تربية تقليدية، وهنا نحن مستهدفين في البرنامج ده والبرنامج ده يستهدف أنه يحسن نظم التربية التقليدية عشان يزيد الإنتاج ويزيد إنتاجية الثروة الحيوانية. ومعلوم أن الثروة الحيوانية هي تعتبر يعني قاطرة الاقتصاد الولائي والقاطرة الاقتصاد القومي، لكنها محتاجة لبعض التدابير وبعض التدخلات عشان يعني نتحصل على أعلى قدر ممكن من العائدات بالنسبة للدولة وبالنسبة للولاية وبالنسبة للمزارع والمنتج الصغير. من جانبه أوضح المنسق الرئيس لتنسيق الثروة الحيوانية والقدرة على الصمود بشمال كردفان بابكر أحمد آدم أن البرنامج يشتمل على نماذج من عمليات التضعيم والعلاج والتغذية الإضافية والتسمين للثروة الحيوانية بالولاية. وأشار إلى أن البرنامج يركز على شريحة النساء المنتجات بتمليك 5 من رؤوس الضان للأسرة الواحدة، وهي تتضاعف مرحليا حتى الوصول إلى مرحلة الإنتاج. المجتمعات المستهدفة لتلك الحقول وهي مجتمعات مدربة في مجال تسمين الثروة الحيوانية، وجبنا كل شركاء التنفيذ من البنوك ومؤسسات التمويل الأصغر وشركات التأمين المختلفة والبحوث البيطرية والجامعة، حقيقة كل الجهات المختلفة يعني عندها شغل معنا مربوط. الليلة اليوم عملنا تدشين لهذه الحقول، ويتم تمليك كل أسرة 5 راس في الدورة الأولى، ثم 10 راس في الدورة الثانية، و15 راس في الدورة الثالثة، و20 في الدورة الرابعة، بحيث أن هذه الدورات تساعد في زيادة دخول تلك المجتمعات وتحسين الحالة المعيشية. وكما يعلم الجميع أن البرنامج بيشتغل في مجال الثروة الحيوانية، لكن برضو عنده هناك تدخلات في تنوع مصادر دخل تلك المجتمعات الريفية بحيث توائم وتتكيف مع التغيرات المناخية الموجودة في السودان. بحث وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عبد المنعم محمد الطيب مع والي شرق دارفور المكلف اللواء الركن المزمل أبو القاسم كيفية سبل تمويل المشروعات التنموية بالولاية.
وأشاد الوالي بدعم وزارة المالية للمشروعات التنموية والخدمية التي تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار بشرق دارفور، بجانب تخفيف أعباء المعيشة ومعاش الناس الذي يجد الاهتمام الكبير من قبل الحكومة لا سيما من وزارة المالية. وأشار إلى أن الولاية موعودة بمشروعات تنموية واقتصادية كبيرة، خاصة بعد الاستقرار الذي تعيشه الولاية. ساهم مشروع أعالي نهري سد عطبرة والسيتيد بشرق السودان في إدخال أنشطة اقتصادية جديدة لإنسان ولاية القضارف، وعلى رأسها صيد الأسماك والزراعة البستانية، حيث نشط السكان المحليون في هذه المجالات وحققوا نتائج ملموسة. غير أن التحدي الأكبر يبقى في المحافظة على التوازن البيئي، حيث تنشط عدة منظمات في مجال الاستزراع والحلول المتكاملة للتنمية المستدامة عبر طرحها لعدد من البرامج والمشروعات والحلول للاستفادة من الميزات النسبية لهذا المشروع الحيوي بشرق السودان. القيمة المضافة التي منحها مشروع سدي عالي نهر عطبرة وسيتيد لمنطقة الفشقة بولاية القضارف لا تخطئها العين، فقد أسهم في تغيير نمط حياة السكان المحليين وأدخل نشاطات زراعية وتجارية جديدة على رأسها صيد الأسماك وزراعة البساتين، وهو الأمر الذي دفع بالمنظمات المهتمة بالبيئة العمل على رفع الوعي البيئي والاستفادة من بدائل الطاقة. هنالك وفرة للمياه طوال العام، لذلك يسعى المشروع إلى تطوير قطاعي الأسماك والبساتين بالمحلية، وذلك بدعم سقار المنتجين. ذلك يهدف المشروع إلى إيجاد بدائل لاستخدام حطب الوقود عبر تشجيع استخدام البيوغاز في الطبخ والإنارة والطاقة الشمسية في مشاريع الأسماك وفي طلمبات المياه للري في مشاريع الخضر والفاكهة، وكذلك استخدام طرق المواقد المحسنة في البيوت لتغليل الفاقد من حطب الوقود. السكان المحليون هم الأكثر فائدة من خلال اعتمادهم على هذه البدائل في أنشطتهم الجديدة، الأمر الذي أدى لارتفاع مداخلهم. هنا كان الأسماك ده يعني حتى التلج بتتعبنا على بال ما نلقاها مرات إلا نسافر حتى نجيب التلج، وهسه مع الطاقة دي بقينا بس نشغلها كده وسمكنا يكون لا لا يكون مبرد تمام ولا يخرب، ونوديه وممكن ياخذ يومين ثلاثة يوم وفي أمان. والحمد لله يعني الشغلة دي الله استفدينا منها الحمد لله، وحتى في المنازل بقينا نستخدم الطاقة دي ونعمل أكلنا شايين والحمد لله. يعني السلطات بمحلية الفشقة عظمت من فائدة المشروع واعتبرته إضافة حقيقية لمورد اقتصادي مهم. هذا المشروع يعتبر من أهم المشاريع التي تستهدف منطقة نهر عطبرة، وذلك بعد قيام سدي أعالي نهر عطبرة وسيتيت اتسعت المساحة الزراعية بالمحلية وازداد النشاط البستاني والسمكي بالمحلية، وظهرت الحاجة الماسة لقيام مشاريع تنمية مصاحبة تستهدف تقوية البنيات الأساسية بالمحلية. المشروع متكامل للتنمية المستدامة، وإن كان يهدف في المقام الأول لرفع الوعي في إدارة وحماية الموارد الطبيعية، إلا أنه شكل مصدرا مهما لزيادة المداخيل من خلال أنشطة اقتصادية واعدة. محمد الفاتح، الشروق، ولاية القضارف. ونظل في ذات الولاية، حيث عظم الأمين العام لديوان الزكاة بالولاية من الشراكات المجتمعية بولاية القضارف وأثر ذلك على توزيع الزكاة لمستحقيها، وذلك على المستويات القاعدية. وقال ممدوح حسن عبد الرحيم الأمين العام لديوان الزكاة بالقضارف خلال مخاطبته ورشة ثقافة العطاء بالتعاون مع منظمة الفكرة للأنشطة الثقافية، قال إن فكرة إنشاء مجمعات إقرأ الثقافية بالأحياء تسهم بشكل كبير في مد لجان الزكاة بالمعلومات الحقيقية للفقراء، والتي من شأنها أن تسهم بشكل كبير في عدالة التوزيع وتوصيل الزكاة للفئات المستحقة
وذلك من خلال الانتشار الجيد إضافة للمنهجية العلمية المتبعة في إدخال البيانات وتحديثها بسرعة وإرسالها، مما يمكن اللجان القاعدية من أداء دورها المجتمعي بالشكل المطلوب. نحن بنتكلم في ديوان الزكاة أنه هذه تجربة رائدة جدا لأول مرة في السودان، ويمكن أن يستفاد منها بحيث تكون رافد بديل أو رافد إضافي بالنسبة للأندية الرياضية وغيرها، لأنه بنفتكر أنه الفكرة الآن والثقافة الآن يمكن أن تكون لها دور في تخفيف الفقر، دور في النفير في الأحياء، دور في الاستفادة القصوى من الزكاة. من جانبه قال مصطفى التجاني رئيس منظمة الفكرة للأنشطة الثقافية بولاية القضارف إن الشراكة مع ديوان الزكاة تهدف إلى تعظيم العطاء كقيمة إنسانية في العمل على تشغيل عدد من الشباب بالأحياء. مشروع إقراء الثقافي عبارة عن مركز متكامل للخدمات يوجد بالحي، من خلاله تتم إعداد دراسات واقعية عن حال الفقر بأنواعه وتباينه لكل أسرة. فائدة ديوان الزكاة من هذا المركز الثقافي بأنه يوفر معلومات حقيقية وصادقة عن مستوى الفقر الموجود في الحي. الفائدة التي يجنيها شباب الحي أو مجتمع الحي من خلال هذا المشروع، مشروع إقرأ الثقافي، بأن 5 من شباب الحي يملكوا هذا المشروع تمليك كامل وينفذوا من خلاله هذه البرامج. جدد والي ولاية نهر النيل عبد المحمود حماد على الشراكة الأكيدة بين ولاية نهر النيل ومجموعة جياد الصناعية، وأكد حماد خلال زيارته لمدينة جياد الصناعية رغبة حكومته في توسيع مجالات التعاون مع المجموعة في المجالات التنموية والخدمية، وأشار إلى تنفيذ جياد والتزامها الدقيق بعقد إكمال مشروعات الآليات الزراعية. وبنان زيارته لمجموعة جياد الصناعية تأتي بغرض تحريك ملف الشراكة بين الجانبين والاستفادة من توظيف وقدرات الشركة الفنية والهندسية في مشروعات الولاية المختلفة. تشاورنا وتفاكرنا عمليا في عدد من التعاقدات، هنشتري منهم عربات بتاعت نفايات ذات جودة عالية، وهنشتري منهم عربات لكبار المدراء بعد التخلص مما نملكه من عربات إصلاح أصبح غير اقتصادي، وهنشتري منهم جرارات، وهنالك يعني مجالات يعني متعددة يطول ذكرها في التعاون مع مدينة جياد الصناعية. هنالك يعني صناعات يعني مميزة وذات تغنية عالية، وفيها نغلة يعني نوعية تمشيا مع التطور التي ينتظم يعني كل العالم، هن جزء أصيل من هذه التركيبة المجتمعية التي تعنى بكثير من الصناعات ذات الجودة وتوفر كل في مجال الزراعة وفي مجال الصناعة. من جانبها أكدت مجموعة جياد الصناعية التزامها الكامل بتنفيذ كافة الاتفاقيات بينها وبين حكومة الولاية، وأكدت أن الاتفاقيات تشمل مجالات الزراعة والصناعة إلى جانب النقل. تم الاتفاق على عدد من المجالات التي يمكن أن نتعاون فيها مع الولاية، وقد بدأنا بالأساسات المدرسية وفي طلبات لعربات نفايات ولجرار لنقل الأعمدة، وفي طلبات أيضا لبصات لنقل الطلبة في محافظة البحيرة، وأيضا هناك طلبات لعربات وظيفية. فإن شاء الله نحن جاهزون للتعاون مع ولاية نهر النيل وللإفاء بطلباتهم إن شاء الله في وقت قريب جدا. جولتنا الاقتصادية متواصلة معكم وفيها بعض الفاصل. النفط يصعد حوالي 3% لكنه ينهي الأسبوع على خسارة بعد تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية. أهلا بكم من جديد، جولتنا في أسواق المال والأعمال بعد الفاصل. استقر الجنيه الاسترليني عند أقرب مستوى منذ 30 شهرا أمام الدولار الأمريكي مع كماش الأغلبية لحزب المحافظين الحاكم في البرلمان، وهو ما زاد من القلق بشأن السياسات المحلية قبل 3 أشهر في موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وفاز الديمقراطيون الأحرار البريطانيون المؤيدون للاتحاد الأوروبي بمقعد في البرلمان على حساب حزب المحافظين الحاكم،
موجهين بذلك ضربة إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون في أول اختبار انتخابي له منذ أن تولى المنصب. من شأن هذه الخسارة أن تقلص الأغلبية الفعلية لجونسون في البرلمان إلى مقعد واحد قبل مواجهة متوقعة حول خطته لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 من أكتوبر تشرين الأول باتفاق بدون اتفاق مع التكتل الأوروبي. إلى النفط، حيث صعدت أسعار النفط حوالي 3% بعد يوم من تسجيلها لأكبر هبوط ليوم واحد في بضع سنوات بفعل تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة ستفرض المزيد من الرسوم الجمركية على بضائع صينية. وأدى الإعلان عن الرسوم الجمركية الجديدة على الصين والتي من المنتظر أن يبدأ سريانها في أول سبتمبر أيلول إلى تصعيد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، وأي تباطؤ اقتصادي سينتج عن ذلك قد يلحق ضررا بالطلب على مورد النفط. تراجعت أسعار الذهب نحو 1% مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح بعدما أدت إلى ضربة جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في النزاع التجاري المستمر منذ عام مع الصين إلى ارتفاع الطلب على المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا في الجلسة السابقة. وصعد المعدن نحو 1% منذ بداية الأسبوع ويتجه لتحقيق ثالث مكاسبه الأسبوعية في 4 أسابيع. وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 1% إلى 1446 دولار و10 سنتات للأوقية الواحدة. مشاهدينا، وصلنا بكم إلى ختام هذه الجولة الاقتصادية من قناة الشروق. نعود ونذكر بأبرز ما جاء فيها. برنامج لتسمين الثروة الحيوانية بغرض الصادر بشمال كردفان وتأكيدات أن الولاية خالية من أمراض الحيوان. المالية تبحث تمويل المشروعات التنموية بولاية شرق دارفور. مشروع سدي عالي نهر عدبرة وسيتيت يسهم في إدخال أنشطة اقتصادية جديدة لإنسان القضارف. لمزيد من أخبار الاقتصاد في العالم بإمكانكم زيارة موقع شروق على الإنترنت شروق.net. إلى اللقاء.